أكو هنالك سؤال مطروح في أدعية شهر رمضان، إحنا نقول اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع. الله يشبع كل جائع؟ لا. الله يغني كل فقير؟ لا. هذا لا يجاب هذا الدعاء، حكمته لا تقتضي ذلك، فهذا دعاءكم دعاء ضد الحكمة الإلهية. هذا السؤال أكو عليه أجوبة، إحدى الأجوبة أنه هذا الدعاء في الواقع كل هذه الأدعية والأدعية المماثلة هي دعاء بتعجيل الفرج، لأنه في عهد الإمام المهدي يشبع كل جائع. فعندما تقولون اللهم أشبع كل جائع يعني اللهم عجل الفرج، اللهم أغني كل فقير، في ذلك الوقت يغنى كل فقير. بعد فقير ماكو، فقر ماكو. فإذا في الواقع إحنا عندما ندعو بتعجيل الفرج ندعو بكل خير عام، فالدعاء بتعجيل الفرج في الواقع دعاء بجميع الخيرات العامة.